برلماني بيقول لك الأحزاب في مصر لن تصل للنضج السياسي قبل 10 سنين. احنا لسه نخ يا جماعة في عين سيادة البرلماني اللي قدام حضراتكم ده، الراجل اللي اسمه الأستاذ محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصر الديمقراطي بمجلس الشيوخ وكمان مقرر مساعد جلسات أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، بيقول لك احنا مش هنصل للنضج السياسي قبل 10 سنين. الشعب لسه ما اتفطمش يا بيه، الشعب لسه نغى. طبعا سيادته هو اللي عارف، والسيسي طبعا نضج، انما احنا لسه محتاجين كمان 10 سنين يهدهدونا ويطبطبوا علينا ويجيبوا لنا المضادات بتاعت الالتهابات دي، علشان انتوا عارفين احنا كشعب اطفال يعني بنحتاجها. ده كلام حد ولا يعرف حاجه عن السياسه ولا شاف المصريين وطوابيرهم في 2011 و2012، ولا يعرف ان الشعب المصري شعب عظيم وليه تجارب ديمقراطيه عظيمه، ولكن اللي بيسقطها اللي زي حضراتهم كده لما بيروحوا يتعاونوا مع حزب العسكر. انا بقول ان حضرتك اللي محتاج تنضج شويه وتفهم الشعب المصري اكتر من كده، انه شعب واعي وعنده من النضج السياسي اللي يخليه في مصاف الدول الديمقراطيه، بس حلوا عنا انتوا. طيب نرجع للرئيس اردوغان. اردوغان امبارح طلع بالليل من خطاب الشرفه وقال انا واثق من الفوز، ولكن هحترم رغبات شعبي وهنتظر ما تقرره اللجنه العليا للانتخابات. انسان مسؤول، ما هربش، طلع ووقف قدام شعبه وقدام مؤيدينه وشاركهم الكلمات وقال لهم انا بحبكم، وجودنا هنا بيعبر عن الحب اللي بينا. مش بس كده، اردوغان امبارح كان واقف بيغني وفرحان بشعبه وبثقة شعبه فيه، كان واقف جنبه بس زوجته السيدة أمينة أردوغان، وهو وهي بس بيكلموا الناس، بينما المعارضة كانوا واقفين 8 وكلهم بقى عاملين كده وبتاع وسنسحق أردوغان. أنا أول مرة أشوف معارضة تطلع تقول أردوغان لم يفز. أيوة إيه النصر يا عم كليشتار أغلو؟ فين النصر؟ الظفر نرد، النصر فين؟ اردوغان ما انتصرش، انت كده يعني تمام. تعالوا نشوف اردوغان وهو بيغني مع مؤيديه من شرب في مقر حزبه الرئيسي في انقره، وقمه الثبات والطمانينه والسعاده والرضا. ونشوف بعد كده وهو بيشكرهم وبيحييهم وبيشكر ال 56 مليون مواطن تركي اللي نزلوا ومارسوا حقهم امبارح وقالوا اصواتهم. نشوف الفيديوهات ونرجع عشان نفتكر، هو احنا الشعب ما نضجش سياسيا ولا احنا نعرف نبقى كده بسهولة؟ القائد المسؤول، القائد اللي بيقدر شعبه، بيشكر اللي انتخبه واللي ما انتخبوش، بيقول عرس في تركيا بنعلم العالم، 89% نسبة اقبال، نسبة رائعة جدا في مصاف الدول الديمقراطية، في اعلى الديمقراطيات ما بتلاقيش نسبة المشاركة دي بالمناسبة. طب ردا على السيد محمود سامي رئيس الهيئه البرلمانيه للحزب المصري الديمقراطي في مجلس الشيوخ، هو احنا عايزين ننضج ديمقراطيا؟ لا، احنا ناضجين ديمقراطيا وانتخبنا، انتوا بس اللي دعمتوا الانقلابيين. المنظر بتاع الرئيس اردوغان ده فكرني بمشهد عشناه كلنا وفرحنا بيه، مش علشان كنا بندعم مرسي بس، علشان احنا كنا عايزين ديمقراطيه وحريه نختار. اقول له ايوه انا عايز مرسي السنه دي، السنه الجايه مش عايزه، او الانتخابات الجايه مش عايزه، يبقى ليا راي. لان بعيد عنك حكم العساكر، لا في راي ولا في عايز ومش عايز، في نفذ بالامر زي ما قلت لكم قبل كده. نفتكر مع بعض يوم زي اليوم اللي شفنا فيه اردوغان في الشرفه، في برضه يوم قبل كده من 10 سنين تقريبا وزياده شفنا فيه محمد مرسي الرئيس الاول المنتخب ديمقراطيا، المدني الاول المنتخب ديمقراطيا لرئاسة الجمهورية من قبل الشعب. تعالوا نفتكر ونشوف ميدان التحرير ورئيس مصر الذي اتى بارادة الشعب، وطبعا بعد ارادة الله سبحانه وتعالى، محمد مرسي عيسى العياط رئيس جمهورية مصر العربية. هو الاكيد ان انت لما تشوف فيديو زي ده بيصير شجونك وبيصعب عليك نفسك، والله مش كلام ولا افتعال. احنا نستاهل، احنا نستاهل يبقى عندنا صوت، نستاهل نختار رئيسنا، نستاهل نرفع راسنا فوق ونقول ان احنا مصريين بجد يا اخي، نستاهل نقول ان احنا شعب عظيم وارث حضارات عظيمة
ولازم واقعنا يبقى زي حاضرنا. نختار مرسي، نشيل مرسي، نجيب اي حد ونمشي اي حد. ليه ما بنعملش كده؟ ليه ما عندناش ده؟ ليه الملايين دي؟ ليه الملايين دي يعني بتلعب بيهم وبتقال لهم انت ولا حاجه، وانا بس اللي بفهم، وانا بس اللي بعرف، واللي هيجي عايز ياخد الكرسي ده هشيله من على وش الارض شيل، وفهمناها سليمان وهو ولا اي حاجه. المصريين يستحقوا احسن من كده بكتير والله. فعلا المشهد ده انا بقالي كتير ما شفتوش، وشفته لاول مره دلوقتي، وفعلا يعني ربنا عالم قد ايه اثر في نفس الواحد. وكلنا نتمنى نعيد الايام دي. ربنا يرحم الرئيس محمد مرسي، بس مصر اكيد دوله وشعب ما بتخلاش من الوطنيين والشرفاء. ان شاء الله يكون عندنا الحريه، ويوم من الايام ننتخب ونبقى احسن من اي حد. مش هقول زي مين ولا زي ايه، نبقى احسن من اي حد. بس ربنا يزيح عننا الغمه دي اللي بيقول لك لما سامي عنان اعلن عن نيته الترشح في 2018 قال لك انا الفاسدين عارفهم، هو مش هسمح لحد. ووصف او نصب نفسه ان هو ضمير الوطن، ادى لنفسه حته كده الهيه، يحاكم يرضى وما يرضاش، ويقبل وما يقبلش.